اتفاقية شراكة تم توقيعها اليوم بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة المهنية للمساحات التجارية الكبرى. اتفاقية تهدف إلى تيسير نفاذ منتوجات المجامع التنموية النسائية إلى المساحات الكبرى بما يمكن من تسويقها ورواجها لدى المستهلك التونسي بشكل أوسع. هذه الاتفاقية هي من أجل خلق فرص لتسويق منتجات هذه المجامع، وهي منتجات تعتمد سلاسل القيمة، منتجات ذات المنشأ، يعني منتجات مهمة تحتاجها الأسرة التونسية اليوم ومكانها نراه فارغا في المساحات الكبرى. وهذه الاتفاقية تنص على تسهيل نفاذ المجامع التنموية النسائية من خلال منتجاتهم طبعا في هذه المساحات الكبرى من أجل التسويق ومن أجل ضمان ديمومة هذه المجامع التنموية، لأن التسويق هو حلقة رئيسية. وعلى هامش مشاركتهن في المعرض الوطني الأول للمجامع التنموية النسائية الذي انتظم تحت شعار نحو النفاذ إلى الأسواق، ثمنت الناشطات بهذه المجامع الاتفاقية المبرمة واعتبرنها خطوة تؤسس لاكتساح منتجاتهن للأسواق الوطنية بمختلف الولايات. باش نعرض المنتوج نتاعنا في سيدي رمضان في المغازات الكبرى في المساحات الكبرى، خطوه كبيره الحقيقه، فرصه من ذهب لي نحن باش نبيعوا المنتوج، خاطر احنا مشكلتنا مش انتاج، مشكلتنا تسويق. كانت عندنا مشكله في الانتاج الحقيقه، وزاره المراه ومندوبيه الفلاحه، وزاره الفلاحه مكنونه برشا معدات وتجهيزات سهلت علينا باش نحضروا المنتوج نتاعنا، مي قعدت عندنا ديما مشكله التسويق اللي تعاوننا برشا المعارض كيف هكا، وخصوصا الحقيقه المساحات الكبرى اللي احنا فرحانين بها برشا التجربه هذه. ولأنها تمثل آلية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة العاملة في المجال الفلاحي، فقد تم دعم 33 مجمعا تنمويا نسائيا باعتمادات مالية تقدر ب1.5 ملايين دينار.